الدرس الثالث من سلسلة تعليم النشء الصغير الآداب الإسلامية. ما هي تحية الإسلام؟ تحية الإسلام أن تقول لمن تلقاه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وما هو فضل تحية الإسلام؟ من فضلها كسب الحسنات الكثيرة، فإذا قلت السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخذت 30 حسنة، وإذا قلت السلام عليكم ورحمة الله أخذت 20 حسنة، وإذا قلت السلام عليكم أخذت 10 حسنات. وما الدليل على ذلك؟ عن عمران بن حصين رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال السلام عليكم، فرد عليه السلام ثم جلس، فقال النبي صلى الله عليه وسلم 10، ثم جاء آخر فقال السلام عليكم ورحمة الله، فرد عليه فجلس، فقال 20، ثم جاء آخر فقال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فرد عليه فجلس، فقال 30. أخرجه أبو داود. ومن فضل تحية الإسلام محبة الناس. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا. أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم. رواه مسلم. هل أسلم على من لا أعرفه؟ نعم، تسلم على من تعرف ومن لا تعرف. وما الدليل على ذلك؟ عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم: أي الإسلام خير؟ قال: تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. متفق عليه. وبماذا نرد على من سلم علينا؟ نقول: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.